اهلا بالاهلاويه اللي بيتابعونا، حلقه جديده السادسه. في البدايه تحياتي لحضراتكم والف مبروك، مش بس المباركه على التاهل للدور قبل النهائي في كاس مصر، لكن تاهل الحقيقه مباراه امبارح ادتنا دروس كتيره جدا واكدت على انه واحد الكبير كبير، وانه الاهلي دايما بمن حضر. ماتش من الماتشات وواحد من الاختبارات الصعبه جدا واللي نجح فيها الفريق ككل الحقيقه بامتياز، بدايه من الجهاز الفني اللي بيقوده في الوقت الحالي كابتن سامي قمصان، واللي اثبت الحقيقه بالدليل القاطع انه يعني على مستوى الجداره والكفاءه واحد الحقيقه تقدر تراهن عليه وتقول انه مشروع مستقبل بالنسبه للنادي الاهلي. امبارح كابتن سامي قمصان في مباراه صعبه ومواجهه من العيار الثقيل في الظروف الطبيعيه، هي بالتاكيد مواجهه صعبه جدا، لكن تضيف عليها الظروف القاسيه اللي مر بيها النادي الاهلي قبل المباراه، تقول انه كابتن سامي قمصان ذاكر ودرس وشاف سيناريو المباراه من قبل ما تبتدي. تحيه واجبه لجميع النجوم اللي شاركوا امبارح، 11 راجل في الملعب بمعنى الكلمه. كوكا واحد من اهم النجوم، الشناوي عوده جزء كبير جدا من الشناوي اللي احنا عارفينه وشفناه في مباراه امبارح باستثناء طبعا اللقطه الاخيره وهرجع لها، وليد سليمان، زياد طارق، طاهر، محمد طاهر، حمد لله على السلامه طبعا، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد هاني، واحد من اللي اجادوا امبارح بشكل ملفت، وبالتاكيد الثنائي رامي ربيعه وياسر ابراهيم. كل الفرقه امبارح الحقيقه كانت نجوم، محمد شريف، حسام حسن، حمد لله على السلامه، استنيناك كتير وفرحنا كتير من جماهير النادي الاهلي امبارح فرحت لحسام انه سجل في مباراه بيراميدز. عايز اقول بس انه وان كان ليا ان انا اقول ملاحظه، انا ليا ملاحظتين. الملاحظه الاولى مرتبطه بالتحكيم، والملاحظه الثانيه مرتبطه بالانفاس الاخيره في عمر المباراه. الاهلي عودنا طول عمره الحقيقه مهما كانت المباراه شبه محسومه ومهما كانت النتيجه بتصب في صالحنا انه التركيز دايما من اول ثانيه لاخر ثانيه، مش ممكن في اي لحظه من اللحظات وانت جوه الملعب وان الحكم لسه ما صفرش واعلن نهايه المباراه تحس انك انت المباراه انتهت او ان المباراه اتحسمت. بعتقد ان ده واحد من اساسيات ومبادئ النادي الاهلي، واتمنى ان احنا لانه في الفتره اللي جايه كل شيء صعب وكل مواجهه بدايه من سموحه في الدوري او حتى بتروجيت في الكاس هتكون صعبه جدا ومهمه جدا في موسم ممتد لسه معانا على الاقل لمده شهرين. على كل الاحوال هنتكلم في كل التفاصيل، هنركز على الايجابيات، واذا كان في سلبيات مفيش مانع ان احنا نناقشها، وخصوصا انك انت على بعد يومين بيفصلوك عن مباراه هتكون برضو من الماتشات الثقيله وماتش من او يعني خلينا نقول من الماتشات البايخه بلغه الكوره، مش قصدي باي حاجه ثانيه، مع سموحه في اسكندريه. وسموحه الحقيقه فريق من الفرق اللي بتقدم كوره حلوه، عندها كوره حلوه، ودايما الحقيقه ماتشاتها مع الاهلي بتبقى ماتشات من العيار الثقيل.